بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السيد الرئيس السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أصحاب السعادة رؤساء الوفود السادة المدعوون الكرام سيداتي سادتي اسمحوا لي أولا أن أعرب عن كامل تشكراتنا وامتناننا لحكومة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم المحكم والدقيق لهذا المؤتمر الدولي الهام وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأنتهز هذه السانحة لأشكر كذلك الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ورؤساء مكاتبه والعاملين فيه على التضحيات الجسام والعمل الدؤوب الذي قيم به في سبيل تطوير قطاع تقنيات الإعلام والاتصال وتعميم الاستفادة منها لكافة شعوب المعمورة أيها السادة والسيدات لقد بات لزاما على البلدان التي تطمح أن تحقق طفرة معتبرة في مختلف المجالات أن تستفيد من تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تعتبر اليوم من أهم مقومات النهوض وتحقيق الازدهار من خلال إيجاد البنى التحتية المناسبة التي تمكن من الولوج إلى خدماتها المختلفة لقد كانت بلادنا من أوائل الدول التي قامت بإصلاح قطاع الاتصالات حيث اعتمدت منذ 1998 إعلان سياسة قطاعية سمحت بتحرير قطاع الاتصالات وفتحه أمام المنافسة وإنشاء سلطة تنظيم قطاعية وخصخصة المشغل التاريخي ومنح تراخيص لخدمات الهاتف النقال وقد تعززت تلك الإجراءات باستحداث وزارة مكلفة بالتقنيات الجديدة وقد مكن ذلك الإصلاح من تنمية قطاع الاتصالات حيث بلغت نسبة انتشار الهاتف النقال حدود 100% في حين ظل معدل انتشار خدمة الإنترنت متواضعا وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام والاتصال التي اعتمدتها الحكومة ووعيا من سيادة الرئيس محمد بن عبد العزيز بضرورة الإسراع بوتيرة التنمية وضمان استفادة المواطنين من تقنيات الإعلام والاتصال في المجالات المختلفة وخاصة في مجال التعليم والصحة والخدمات فقد أسدى تعليماته للحكومة بضرورة العمل على توفير النطاق العريض للنهوض بهذا القطاع وفي هذا السياق قد تم ربط بلادنا في السنة المنصرمة بالشبكة العالمية للألياف البصرية عن طريق الكابل البحري أيس ولضمان توفير السعة العالية والخدمات المرتبطة بها في إطار ردم الهوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد فقد أصدر فخامته تعليماته للحكومة بالإسراع في بناء شبكة وطنية للألياف البصرية ستمكن من ربط الولايات الداخلية فيما بينها وربطها بالكابل البحري لضمان استفادتها من التدفق العالي ويجري الآن التحضير لإعلان المناقصة لبناء هذه الشبكة التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر من الألياف الضوئية بتمويل مشترك بين البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وبالموازاة مع إنجاز هذه البنية التحتية الهامة يجري التحضير كذلك لإنشاء نقطة تبادل الإنترنت ومركز للحماية من الهجمات السيبرانية وتطوير خدمات التعليم والصحة عن بعد وكذلك الحكومة الإلكترونية ولتكييف الإطار القانوني للقطاع مع التغييرات الجديدة تمت مراجعة قانون الاتصالات واعتماد بيان سياسة قطاعية وسن قانون للاتصالات الإلكترونية في يناير 2013 ويهدف الإصلاح الجديد إلى دعم وتعزيز المنافسة والاستثمار والابتكار وتحسين النفاذ وتقسيم البنية التحتية وحماية المستهلكين وقد تم في نفس السياق إعداد الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني من أجل وضع الأسس القانونية والتشريعية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتوفير الثقة في المبادرات التجارية أيها السادة والسيدات إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية تسعى إلى تطوير تقنيات الإعلام والاتصال وجعلها رافعة للتنمية الشاملة للبلاد ونظرا للدور الذي تلعبه هذه التقنيات في خلق فرص العمل وتحسين نوعية التكوين فقد تم دمج هذا القطاع مع قطاع التشغيل والتكوين المهني إن الرؤية الاستراتيجية التي تمتلكها بلادنا والمبنية على الوعي التام بأهمية هذا القطاع من ناحية وبالدور المتميز الذي يلعبه الاتحاد الدولي للاتصالات في تسييره وتطويره من ناحية أخرى جعلنا نتطلع للمساهمة في إنجاح هذا الدور من خلال الطموح للاطلاع بإحدى مسؤولياته القيادية وفي هذا الإطار يشرفني أن أحيطكم علما بأن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قررت ترشيح الدكتورة فاطمة محمد السالك لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
إن الدكتورة فاطمة محمد السالك قد شغلت منصب أول وزيرة للتقنيات الجديدة من سنة 2000 وحتى 2004، وهو القطاع الذي أنشأته وطورته من خلال تجربة رائدة تميزت من بين أمور أخرى بمبادرات قطاعية على المستوى الدولي والإفريقي والعربي. فبالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبتها في مجال الإدارة، فإنها أيضا استشارية دولية في سياسات تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنفيذ حلول تكنولوجية عامة. وبالتوازي مع هذه الأنشطة، فإن السيدة فاطمة محمد السالك دكتورة في الرياضيات التطبيقية وهندسة الإعلاميات وأستاذة في جامعة نواكشوط. إن هذه الكفاءات المهنية تدعمها كذلك بمعرفة أفقية وسمات شخصية تتسم بالديناميكية والانفتاح والصرام. وانطلاقا من هذا كله، فإن الدكتورة فاطمة محمد السالك امرأة لديها المؤهلات المناسبة لشغل منصب نائب الأمين العام لاتحاد الدول للاتصالات، وستضع بدون شك خبراتها وشغفها بهذا القطاع في خدمة الاتحاد الدولي للاتصالات وفي تنمية مجتمع المعلومات لصالح الجميع، ولذا أرجو منكم دعم هذا الترشيح. وفي الختام أجدد الشكر والامتنان لحكومة الإمارات على كرم الضيافة وحسن التنظيم، متمنيا لأعمالكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.